طيب في مصر احنا الموقف كان عامل ازاي؟ عشان اتكلم على الظروف اللي مرت بمصر ومجابهتها لهذا الامر لازم اتكلم عن موضوعين مهمين قوي، موضوع خاص بقطاع الصحه وموضوع خاص بالاقتصاد. هتكلم الاول على الموضوع الخاص بقطاع الصحه. من 2017 و18 و19 كانت الدوله المصريه بتطلق مبادرات، المبادرات دي كان الهدف منها ان هي تدخل في ملفات الصحه العامه في مصر، وكان على رأسهم الفيروسي. ولما عملنا البرنامج ده وتحركنا فيه كنا برضو متحركين عشان نشوف كمان نعمل مسح كامل للأمراض غير السرية المتمثلة في الأمراض السكر والضغط والسمنة. الكلام ده اللي احنا عملناه مبكرا وخلانا بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا بعد ما كنا من الدول الأكثر إصابة بفيروس الفيروس سي بقينا بنقدر نتكلم عن نفسنا دلوقتي وبشهادة منظمة الصحة العالمية إن إحنا من الدول الأقل إصابة بهذا الفيروس. أنا كنت عايز أتصور مع أو نتصور مع بعضنا البعض لو كانت مصر واجهت الجائحة دي بهذا الحجم من المصابين بهذا المرض، تتصوروا كم في المية من المصابين كان ممكن احنا نفقدهم اثناء الجائحه؟ 10%؟ 20% من المصابين، سواء كانت الامراض اللي هي زي ما بقول كده المزمنه او الفيروسي. اللي انا عايز اقوله باختصار ان الاجراءات اللي عملناها كمبادرات صحيه في مصر افرزت ان احنا قدرنا اولا نبقى نشوف الخريطه الصحيه للمصريين بشكل قوي، وايضا نتخلص من امراض كانت موجوده معانا في مصر وكان اكيد هيبقى لها تاثير سلبي جدا اثناء تصدينا لهذه الجائحه.